بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الحضور الكريم، الأحبة عوائل الطلبة المعتقلين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تميزت ثورتنا منذ انطلاقها بنسقها الشعبي الواسع على مختلف المستويات، فلم تتردد مختلف أطياف المجتمع ومكوناته في تسجيل أوسع مشاركة في ثورة 14 من فبراير، محطمة بذلك جدار الخوف والتخويف، ومعلنة موقفها المتطلع للحرية والعدل والكرامة. واليوم إذ نجتمع هنا تضامنا مع شريحة لعلها تكون الأساس في مجتمعنا وفي كل المجتمعات، وهي الكادر التعليمي والطلبة الأحبة، فبهم يتقدم الوطن ويواكب التطور. والعجب كل العجب من حاكم يرمي بهذه الفئة في غياهب السجون بهدف فصلها عن المجتمع وإشاعة الجهل والتخلف. وليس هذا فقط، بل ويسعى حثيثا لاستبدالها بشريحة أخرى من بلاد أخرى ذات ثقافة مغايرة وعادات مختلفة عن ثقافتنا وعاداتنا عبر سياسة التجنيس السياسي الممنهج. أيها الأحبة، في هذا التجمع التضامني مع المعلمين والطلبة والمعتقلين، لا ننسى منهم من قتل أو هجر أو فصل أو ما زال مطاردا. ومع بداية العام الدراسي الجديد نستذكرهم ونفتقد حضورهم بيننا. فالمعلم رمز العطاء والتضحية حين يكون في الصف، وهو رمز الإباء والإيثار حين يدفع ثمن قضية الوطن. والطالب أيضا هو الإشراقة الواحدة لمستقبل البلاد، فبعنفوانه وروحه الشبابية ينتقل بالوطن إلى الرقي والتقدم والازدهار. لذا يعمد الكيان الخليفي الجاهل والغارق في وحل التخلف إلى اعتقال الطلبة والمعلمين وفصلهم من مدارسهم وجامعاتهم. لكن معلمينا وأحبتنا الطلبة المعتقلين أثبتوا أن السجن لا يوقفهم، بل حولوه إلى مدرسة وجامعة يعلمون ويتعلمون فيها، إيمانا منهم بقدسية العلم ووجوبه عليهم كمسلمين. ختاما، يتوجه ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بالتحية لمعلمينا وطلبتنا الذين بدأ العام الدراسي الجديد وهم في السجون أو في بلاد المهجر، ونشد على أيديهم ونبارك جهودهم المتميزة التي ملؤها العطاء والتضحية. والسلام عليكم ورحمة الله.